مشاهدينا بنتكلم عن بطولات وانجازات النادي الاهلي ومشوار سابق لواحد من النجوم اللي ايضا حصدوا عدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي، وكان من العناصر طبعا المشاركه بقوه في النادي الاهلي في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وفي منتخب مصر الاول لكره القدم، واشتهر ايضا باهداف متميزه للغايه، تسديداته بعيده المدى، اهداف من زوايا مختلفه ومن مسافات بعيده عن مرمى المنافسين، وايضا له هدف طبعا تاريخي هنتكلم عنه النهارده، الهدف اللي اطلق عليه وقتها انه من الجون للجون امام الاسماعيلي، واحد من اقوى المنافسين في منافسات كره القدم المصريه في المباراه اللي فاز بيها النادي الاهلي في الوقت ده 6-0 في الاسماعيليه وعلى ملعب الدراويش، اللي كان بيضم الفريق كمان هذا الجيل اللي خسر هذه المباراه، كان بيضم بين صفوفه عدد كبير جدا من النجوم ومن اللاعبين المتميزين جدا، وكانت مباراه قويه تفوق فيها بهذا الفارق الكبير النادي الاهلي في هذا الوقت. نجمنا نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن محمود ابو الذهب، مساء الخير يا كابتن محمود. استاذ محمد سعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، انا اللي سعيد بوجود حضرتك تاني، ان انت ترجع بيتك تاني، برحب بيك. ربنا يخليك ومنور القناه دايما، وسعيد جدا ان انا موجود النهارده. بشكرك ومنوره بيكوا دايما، منوره بالنادي الاهلي، وبشكرك على المقدمه الحلوه ليا يا استاذ محمد. لا تستحقها واكثر يا كابتن محمود. ربنا يخليك. تقول ايه الاول لمجلس الاداره الحالي ولاعضاء النادي وجماهيره بعد ما اضاف بعد الفوز على المصري لقب جديد وبطوله جديده للانجاز؟ يعني خليني اقول لك ان انا ببارك للنادي الاهلي ولاعيبته وجماهيره ومجلس ادارته بالبطوله. طبعا انت عارف حضرتك النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات، ما بيرضاش ان هو يبقى في الثاني او ثالث، لا هو بيلعب على البطولات. فانا ببارك لمجلس الاداره، مجهود تعب ومجهود سنين وشغل كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين والاداره، على اساس في الاخر بتحصد النتيجه ان انت بتحصل على بطوله مهمه بتزود عدد البطولات في دولاب النادي الاهلي. كابتن محمود، شفت المباراه دي ازاي؟ مستوى المنافسه فيها والنديه، انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، سيطره الاهلي او ضغطه اكتر في الوقت الاضافي، المنافسه القويه او روح القتاليه من جانب لاعبي المصري، لكن تفوق الاهلي بجهازه الفني وخبراته وخبرات لاعبيه طبعا حسمت اللقاء والبطوله. يعني برضو انا خليني اقول لك محمد، يعني زي ما قلنا في البدايه ان النادي الاهلي بيلعب على البطوله، يعني انت اي بطوله بيخش فيها النادي الاهلي بينافس عليها وبياخدها، فدي حاجه اتعلمناها في النادي الاهلي وتعودنا عليها، حتى يمكن احنا بنعلمها للاشبال او في قطاع الناشئين او في الاكاديميه، ان انت بتطلع متربي على انك تاخد بطوله، فدي حاجه كويسه. النادي الاهلي نزل المباراه، كل مباراه وليها خصوصياتها او ليها ظروفها، ان انا النهارده بلعب السوبر، النادي الاهلي عارف هو رايح الامارات عشان يلعب على بطوله، ودي ثقافه موجوده عند النادي الاهلي، لغه الفوز، يعني ما بيعرفش الهزيمه او ما يعرفش المستحيل، طبعا بيلعب فرقه كبيره زي فرقه النادي المصري مع احترامي ليها بشكل كبير جدا، لكن عندهم الخبره قليله، يمكن النادي الاهلي مقارنه بلاعبي الاهلي طبعا مقارنه ظالمه بامانه يعني، بس هم عملوا مباراه كويسه، قفلوا في حدود المضمون. يمكن انا قلت كتير جدا ان النادي الاهلي مش من الفرق اللي انت تفتح قدامها، يعني كابتن حسام حسن لعب بتامين دفاعي، كان بيلعب على الهجمه المرتده، كان بيحاول يلعب على الطويل، لكن النادي الاهلي عندهم من الخبره او عندهم لعيبه عندها حلول بشكل كبير جدا تقدر تحدث الفارق للنادي الاهلي. يمكن كان بيمسكوا كوره من رجل لرجل، كان عندهم بخل في الباص، فدي يمكن بشكل كبير جدا ادت استحواذ كبير للنادي الاهلي، وشفنا نادي متسيد للمباراه. يمكن انا قلنا كتير كمان ان النادي المصري كان بيتمنى المباراه تخرج ان يعني تروح لضربات الجزاء لولا الخطا، يعني مش عايزين نقول الكره وارده، يعني الاخطاء وارده في كره القدم، النادي الاهلي بيعرف يستغل الاخطاء بتاعه الخصم، فدي يمكن من المباريات الكويسه جدا. ويعني والحقيقه كمان دور واحد من اللاعبين ضغطهم بطول الملعب طبعاً. وده اللي كمل بنفس الطريقه نجم الفريق ومهاجمه وليد ازارو، هو بيبقى سبب من اسباب انه غلط الحارس حتى يعني لو الخطا كبير، يعني خليني اقول لك يمكن انا شفته شارك في انه يعني يعمل الخطأ. يعني في ميزه كمان امبارح يعني شفتها في وليد ازارو، ان هو بيمسك الكوره كان عنده هدوء اعصاب، كان محطه كويسه جدا لزملائه، كان بيستلم الكوره، كان بيستنى وليد سليمان يطلع له او عبد الله اسماعيل يجي له، فدي كانت مديه افضليه لان هو كان ممسوك مان تو مان، لان الكابتن حسام حسن عارف انه مهاجم خطير وعنده سرعات وبيحرز الاهداف من اي حته، عكس الناس ما بتتكلم انه بيضيع بس بيجيب، وعنده حلول كويسه جدا في الملعب، ان هو بيقدر يستنى كوره على اساس ان وليد سليمان ممكن يخش في القلب او يجي عبد الله السعيد، فكان بيدي مساحه لزمايله ان هم يتحركوا بحريه، فدي يمكن اللي انا شفتها في المباراه. شفت حاجه ثانيه حصلت في المباراه، يمكن النادي الاهلي متسادم المباراه،
ما بيصطفش. يمكن احنا شفناه، يمكن انا شفت قبل ما اخش، يمكن عمر كان بيتكلم، دي حقيقه. النادي الاهلي مش من الفرق اللي بتطفش الكوره، النادي الاهلي اللي بيلعب ان هو عاوز يطلع بالكوره وبيستلم الكوره بيطلع بيبني الهجمه، من تحت، ما بيلعبش الطويل. عندك لعيبه بتمسك الكوره بتلعب بتباص بتتحرك، في ناس. واخطر حاجه يا محمد ان انت التحرك من غير كوره، يعني اللعيب مش مشكله اللعيب اللي معاه كوره، لكن اللعيب اللي معهوش كوره ده اخطر من اللي معاه كوره، ان هو بيتحرك بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه ان انت في حاجه يمكن الكابتن حسام البدري عملها في النادي الاهلي، ان اللعيب اللي بينزل بيأدي نفس الدور بتاع اللعيب الاساسي، فما بتحسش لو وليد موجود زي مؤمن نزل بيقوم بنفس الدور. خلاص في شكل، في طريقه، في شكل للفريق، في شكل واداء. وبعدين النادي الاهلي يمكن انا بقولها دايما، اوعى تفتح قدام النادي الاهلي. يعني ممكن انا بقول للنادي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي ان لازم تقفل خطوطك صح، لان النادي الاهلي نادي كبير وبيعرف يكسر التكتلات. المباراه المفتوحه تخدم فريق الاهلي اكتر، خلينا نلعب احسن. مع احترامي شفناه في نادي الزمالك، النادي الاهلي بيستغل المساحات بشكل كبير جدا، عنده لعيبه عندها سرعات، عنده وليد سليمان، عنده وليد ازار، وعنده مؤمن زكريا، عنده لعيبه تقدر تحدث له الفارق. فنادي خبرات ونادي بطولات مش من فراغ، النادي الاهلي عنده لعيبه. هل دايما ده مطلوب يا كابتن محمود؟ يعني رغم جماعيه الاداء، التيم ورك اللي اشرت بيه دلوقتي، قلت ان كابتن حسام البدري واصل لحاله يخلي كل لاعب بينزل يؤدي المطلوب منه زي اللي كان في الملعب قبل التغيير، هل ده بيتعارض مع فكره ان دايما في مفاتيح في وسط اي فريق، في عناصر لما بتبقى في حالتها، في احسن حالتها فنيا، عندها الفورمه العاليه موجوده النهارده، زي مثلا عبد الله السعيد، وليد سليمان، غيره، مؤمن زكريا، دايما بيعملوا الفارق. يعني اللعيبه اللي زي دي لو في حالتها، شفنا وليد سليمان وحالته المزاجيه العاليه جدا في مباراه الزمالك عملت فرق قد ايه. بص يا كابتن محمد، في جماعيه اللعب في الاداء، ان انت 11 لعيب النهارده، انا يمكن انا بقولها دايما، لو انا عندي 11 ميسي من غير ما يحبوا بعض مش هيعملوا حاجه، لكن انا ممكن يكون عندي 3 4 لعيبه يحدثوا لي الفارق في المباراه. في لعيبه بتبقى جنود مجهوله، يمكن احنا شفنا حسام عاشور من الجنود المجهوله، ان هي بتدافع ورا عبد الله سعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، هم دول اللي عندك، وليد ازار، هم دول اللي يحدثوا لي الفارق. ممكن بيطلع احمد فتحي من ناحيه الشمال، علي معلول، فدول عند مفاتيح لعب. في مفاتيح لعب بتبقى موجوده في اي فريق، زي ما احنا شفنا عبد الله السعيد مفتاح لعب، عنده حلول، عنده اسيست، بيقدر يباصي، بصير كويس بشكل محترم، بيشوط. الحقيقه في محاوله كمان لاحراز هدف من يعني فريق عبد الله السعيد، لو كان وفق فيها كان هيبقى من اجمل الاهداف اللي شفناها. على فكره يمكن عبد الله السعيد من اللعيبه الاذكياء جدا يا استاذ محمد، ان هو بيختار المكان الصح، بيقف في الحته الصح، بيكمل ورا الهجمه. شفنا كتير جدا ان هو بيكمل عشان يجيب اجوان، هو من النوعيه اللي بتحب تجيب جول. عمرو السليه انا بشيد بيه جدا ان هو رجع لمستواه بشكل كبير جدا، لعيب النهارده بقى النضج بتاعه ارتفع بشكل كبير جدا. مؤمن زكريا يعني لا غبار عليه، يمكن لعيب كويس جدا، مفتاح مهم. وليد ازار واضايي، في لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي موجوده مفاتيح لعب، يقدر الكابتن حسام في اي وقت ان هو يستغلها، عنده بدائل كتير. عنده حاجه ثانيه يمكن عايز اقولها لك يا محمد، في نقطه كمان ان الكابتن حسام البدري بيعملها، في كان في مدربين تعتمد على 12 13 لعيب، لكن واضح ان الكابتن حسام محفظ كل الفرقه، ان اللي هينزل زي ما قلت لحضرتك، وليد سليمان بيلعب، لو مؤمن زكريا اللي نزل، او ميدو جابر، كل نفس الدور اللي بيقوم فيه. فدي يمكن دي ميزه، ان اللعيب اللي عارف انه هينزل هيعمل ايه، هيقوم بنفس الدور المكان البديل او الراجل اللي طلع. مش خلاص كل لعيب بيشتغل فردي او بطريقته هو او حسب قدراته، حتى اصحاب المهارات الخاصه اللي اشرنا لبعضهم دلوقتي زي وليد وزي عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وغيرهم من نجوم الفريق، تاكيدك يا كابتن محمود ان هم بيشتغلوا ضمن اداء جماعي، خلاص بيستغل الشخصيه للفريق في يعني انت عندك النهارده بيستغلها. يعني الكابتن في كمان يا استاذ محمد، ان انت المدير الفني الذكي يقدر يستغل المهاره اللي عند اللعيب. لو عنده مؤمن زكريا ان هو بيقدر مراوغ جيد، بيقدر يكمل مع الهجمه، بيحرز اهداف. نفس الطريقه وليد سليمان، ان هو بيقدر يلعب على الطرف، وبعد كده لو وليد ازاره اتطرف هو بيخش في القلب، فدي برضو ميزه. واجاي من اللعيبه اللي بتمسك الكوره تقدر تهدي لك الملعب بشكل محترم، بصير كويس. فدي برضو كل دي ميزات بتتجمع مع كابتن حسام، فبيعمل كواليتي، فبيخلي شكل الاداء في النادي الاهلي هو اللي بيطلع دي. كابتن محمود راضي عن في الجيل ده من النجوم واللاعبين، طبعا كل يوم بيحققوا بطولات بيضيفوا لرصيدهم ورصيد النادي الاهلي من الالقاب والبطولات الكثير، ان شاء الله يستمروا في الفتره الجايه بانجازات اكبر. على المستوى الفني والتفاصيل بقى بتاعت كره القدم، كنت من اشهر اصحاب الاهداف اللي من تسديدات بعيده في الوقت ده، كابتن محمود ابو الدهب في النادي الاهلي، كابتن حمزه الجمل في الاسماعيلي، مجموعه اسماء معروف انها دايما في حسابات لها لما بيبقى في اي كره قريبه من منطقه المرمى او حوالين ال 18 منطقه المنافس او مرمى المنافس.
هل شايف ده موجود في الجيل ده من اللاعبين بشكل عام وبشكل خاص نجوم النادي الاهلي؟ مين شايف فيه النهارده مهاره التسديد، وهل هي بالقدر الكافي عدد التسديدات اللي بيوجهها النادي الاهلي لمنافسيه في اي مباراه ولا لا؟ ولا تتمنى اكتر اهداف من التسديد؟ خليني اقول لحضرتك يمكن الجيل ده محظور شويه، لان الثقافه اتغيرت عن الجيل بتاعنا، ان كان في فرق كتير جدا بتلعبك بتعمل زون ديفنس، فانت كان التسديدات من بره خارج ال 18 مطلوبه. حل اخير ما هو ده حل، ما هو في حلول، ان انت النهارده كمدير فني لازم يكون عندك حلول للتكتلات اللي موجوده، التسديد من بره لخارج ال 18 او من فاول او من ركن او من ضربه ركنيه او من فاول على ال 18، فدي كانت احدى الحلول اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. في فرق كتير جدا، لكن السنه دي انا شايف الثقافه اتغيرت، اللعب بمفهوم ان كل فرقه عندها يعني حافز ان هي تكسب. شفنا في ناس كتير جدا او فرق كتير بتهاجم النادي الاهلي، ممكن ده طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه وهنتكلم عنه شويه ده. احدى الحلول، يمكن انا حزين جدا ان انا ما بشوفش بعض الفرق ان هي بتشوط، يعني ما فيش بامانه، ما فيش شويطه، ما فيش الا عبد الله سعيد بس من النوعيه اللي هو بيحطها بشكل جمالي، يعني بيحب يركنها في الزاويه، لكن مش التسديدات القويه زي حمزه جمل وسمير كمونه ومحمود ابو دهب، لا بصراحه ما شفتش. مع ان دي ميزه عند كل فرق العالم، يعني دي طبعًا بتحل مواقف، بيبقى الموقف المباراه متازمه قوي، بتلاقي لعيب بيشوط كوره سواء كوره ثابته من خطا ارتكب في الملعب او خلال اللعب نفسه، احلى الاهداف، بتحل ازمه يعني، بتحل مباراه يعني. احلى الاهداف اللي بتيجي يا محمد ان انت تجيب جون من بره مشوطه فاول، بتحس ان الجون حلو قوي. يعني انا بقعد اتفرج على نفسي وانا بجيب الاجوان دي، كنت بستغرب الجون رايح، يعني انا بحط نفسي مكان المشاهد بعد المباراه بتفرج، ان انت بتحط نفسك ان الجون شكله حلو، ان هي راحه بشكل كويس، يعني حتى بتبقى قويه بس بتبقى لابسه او بتلبس في رجلك بلغه الكوره ان هي راحه في مكان حلو جدا. حاجه الثانيه ان انت بتحل كمان ان انت بتلعب في افريقيا، يعني انت مطلوب التسديدات ديت، ان انت هتلعب في افريقيا ممكن فاول يخلص لك اي مباراه، لان بيبقى احتكاك كتير في المباريات الافريقيه وفي فاولات كتير. لا الحاجه الثانيه ان انا ما بشوفش في لعيبه بتنميها، يعني في احنا كنا بنتمرن عليها، يبقى امانه يعني ما جاتش بتمرنوا عليها عضبة. يعني قول لي وحدات تدريبيه كده كنتوا يعني تحصلوا عليها علشان موضوع انك يعني تسدد على المباراه. انا افتكر مره في الفتره اللي كنت بلعب فيها كان مستر هاريس وبعديه مستر هولمان، كان بيخلص التمرين ويجيبني كان بيجيبني انا وسمير كمونه ان احنا نشوط من جميع الاتجاهات من بره 18. كان في ميزه كمان بتحصل ان انت كابتن ربيع حسن كان في الجيل بتاعنا كان بيرفع الكوره لحسام عشان يلعب بدماغه، كل واحد كان عنده ميزه ربنا مديها له ان هو بينميها، ان ابراهيم يرفع عشان كان بيركز معاكوا الان هاريس في الوقت ده او راينر هولمان على ان استغل الحاجات اللي عند مجموعه من اللاعبين، كان بيحط لنا بقى حاجه جرعات تدريبيه زياده بقى. لا كان بيحط لنا حاجه في الجول زي حاجه مدوره كده طوق، ان هو بيحط لك وتنشل عليها، يقول لك ان الكوره في حاجه كمان انا قلتها، يمكن انا لما بدرب الناشئين بقول لهم الكوره لو عدت من جون جون من الحيطه جون، لان الجون ما بقاش شايف، ما بقاش شايفها، لانه بيبقى واقف في زاويه وبيحطها. كان مستر هولمان يقول لي حطها في زاويه الجون، لان الجون كان بيلعب على التوقع، فاحنا كنا بنتمرن عليها بشكل كويس جدا. الحاجه الثانيه ان كان الكابتن احمد شوبير كان عنده ميزه، هو كان عنده صبر غريب جدا ما شاء الله عليه، كان يجي يخلينا شوط عشان هو يتمرن، يعني شوف هو هو كمان عايز التمرين الزياده، عاوز يتمرن، وكان يعني فاحنا كنا بنتمرن، هو كان بيستفاد وانا بستفاد، كنا على طول يعني التمرين الزياده. النهارده الان هاريس، مستر الان هاريس في الوقت ده نده على لاعب الاهلي في هذا الوقت الكابتن محمود ابو الدهب، قال له تعالى هتتمرن على التسديد. لا قد ايه وكام تقريبا تسديد على المرمى وكام ساعه بعد التمرين؟ لا تصدقني ما فيهاش وقت، انت مبسوط حابب ان انت قاعد في النادي، ما هتروح تعمل ايه؟ اقعد استفاد بالجرعات اللي موجوده. وده كان بيفرق معاكوا بتحسوا بفرق فني كبير بقى في الملعب؟ بكتير، ان انت ما انا طول ما انا بتمرن عليها كنت بعملها في الماتشات، قادر تجيب منها اجوان طبعا في الماتشات. وكنت على فكره الجول الاسماعيلي ده انا عملته كتير في التمرين، كنت بحاول ان انا اطلع، بس كان في تنسيق يا محمد، كان في ان انت كنت بتبص اللعيب كان بيفهمك. طب ايه الحكايه بقى؟ هدف الاسماعيلي ده مباراه صعبه، دايما مباريات الاهلي والاسماعيلي مباريات قويه جدا صعبه جدا، خصوصا مباراه بتقام على ملعب المنافس وسط جماهيره في الاسماعيليه، وعندهم دايما لاعبين على مستوى عالي منهم عناصر بتدخل المنتخب. هدف من الجون للجون، اتفاجئنا بالليبرو اخر واحد في الملعب بيتحرك بيعمل 1 2 ويكمل يعدي من لاعب ورا الثاني ورا الثالث ويروح يجيب جون. ايه ده افتتح طبعا السداسيه في الوقت ده 6-0 للاهلي. ايه اللي حصل وايه جت فكره الجون ده ازاي؟ عايز اقول لحضرتك انت بتلعب اسماعيليه، في اسماعيليه
يعني ما ادراك اسماعيلي، يعني فرقه كويسه جدا، فرقه جماهير متعصبه، جماهير الجماهير بتحب فريقها جدا. طبعًا في فرقه الاسماعيلي فرقه قويه، فرقه لعيب الكوره، انت بتلعب الاسماعيلي بتحس ان الملعب مفتوح جدا، لعيبه كويسه، عندها حلول، عندها روح المكسب برضه على ملعبها. الحاجه الثانيه هم بيبقوا عندهم سعاده غريبه جدا ان هم بيلعبوا النادي الاهلي او يكسبوه، فدي بتبقى حاجه كبيره جدا. احنا قاعدين يمكن قال لنا في المحاضره، يمكن ما حدش قال لي الكلام ده، يمكن المدير الفني كان مستر هولمان ساعتها ما قاليش ان انت هتاخد الكوره من جول لجول، ده حاجه انت بتعملها كلاعب، ان انت بتعمل يعني عايز اقول زياده هجوميه على المنافس، لا زياده هجوميه ان المدافع يطلع بالكرة يكمل محمد. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الجون ده تاريخي، يعني انا مش عشان محمود ابو جابر، لا طبعا كل يعني النهارده معلش الاهداف اللي مش هننساها. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن اكبر نقاد او احسن لعيبه في مصر اتكلموا على الهدف ده، يمكن ساعتها كنا احنا في منتخب مصر، كان الكابتن فاروق جعفر مدير فني والكابتن خطيب كان مدير المنتخب في الوقت ده. خليني اقول لك بس في البدايه ان انا الكره دي قطعتها من عند ال 18، ده كان في اول دقيقه، فقطعت الكوره فلعبت 1 2 مع الكابتن مجدي طلبه، فالراجل حطها لي ان انا اروح، يعني سندها لي ان انا اروح، يعني عارف الجو كان حر جدا بشكل غريب جدا. الحاجه الثانيه ان فرقه الاسماعيلي يعني لعيب الاسماعيلي المدافع كان لسه في شاب لسه صغير طالع ناشئ كان خبرته قليله، فعمل تاكلين فرقصته، فجه رضا سيكا عشان يقطع فروحت زيقه من قدامه. الجون ده فيه حاجه غريبه جدا، ان كابتن حسام حسن وفيليكس في الوقت ده فتحوا الملعب فخدوا عين المدافعين معاهم، فالسكة بقت فاضيه. انا وسادي السويرك بيطلع، ما انا ما استغلتش ان انا شوط بقى، لان انا لو شوطت هتطلع فوق. لا انت حطيت عملت بليسنج، ده الكره كانت لا انا عمل انا شفت، لان سادي السورك طلع قبل ما يعمل رد فعل على الكوره كنت انا حاططها له، لانه ما كانش عنده وقت استعداد ان هو يقف كويس في الوقت ده، فانا حطيتها له في بدايه ان هو ابتدى يقف على رجليه فانا حطيتها. يعني بدايه الهجمه ما كنتش متخيل يعني هتكمل بيها يعني حتى حتى انا بضحك ساعتها كان وليد صلاح الدين موجود، قال لي بصراحه انت شغلت اول مره اشوفك شغل عقلك في الماتش ده، هو كان بيهرج يعني. قلت له لا انت، قال لي انت عملتها ازاي؟ قلت له بص هو ربنا، لا هو هنا بيقصد انك من المدافعين او من نوعيه اللاعبين اللي بتعتمد على القوه البدنيه اكتر، هي تسديد ما حطيتش قوه مع اي مهاجم، مش بتعتمد يعني اكتر على فكره افكر الباص ازاي والجماليات بتاعت الكوره. يمكن انا حطيتها بصباع سوري يعني بصباع رجلي الكبير، ان انا خليتها تلف يبقى فيها لفه. هو متعود انك بتشوط الكوره جامد. لا الحاجه الثانيه طلع بعديها، يمكن الكابتن خطيب كلمني، يمكن ساعتها كنا انا سنه 95، يمكن قال لي حاجه حلوه، قال لي بص الهدف ده من احسن الاهداف اللي شفتها في الدوري، يعني هدف مارادوني. قلت له كابتن بصراحه بس انا زعلان، قال لي قلت له عشان في خمس اهداف، قال لي ما هو ده اللي بوظوا الهدف يعني. فده لكن الحمد لله طبعا اكيد انبسطت لما يكلمك طبعًا. يعني كانت حاجه تسعدك ان كابتن خطيب يكلمك ويقول لك الهدف ده من اجمل الاهداف اللي في تقييمه شافها في الدوري الممتاز طبعا يعني. وان انت اجمل اهداف الدوري، وعايز اقول لحضرتك برضو انت تجيب جون في الاسماعيلي في اسماعيليه ده يعني برضو اجوان تاريخيه، وانا بسعيد جدا حتى اولادي لما بيشوفوها بيسعدوا جدا. هو اليوم كان كله غريب الحقيقه لصالحنا ولصالح الاهلي، كان المباراه كانت مباراه اهلاويه جدا من اول الهدف طبعًا. الجميل ده وصولا للنتيجه الكبيره، وكان معاك محمد كان معاك لعيبه كبيره بتوجهك صح، بتقعد تتكلم معاك كتير، يعني انا يمكن انا في ماتشات كتير جدا في الدوري السنه دي بتفرج عليها، انا بحس ان اللعيبه ما بتكلمش بعض، لا احنا كنا على طول بنكلم بعض. يعني انا في الجول في الهدف ده كابتن هادي خشب اول ما يعرف ان انا طالع بيستنى مكاني، وانا لما برجع بخلص الهجمه برجع مكان الكابتن هادي خشب. هو ده ان احنا في مسانده او في تفاهم في الملعب، ان انت لو لعبت مع مجموعه اسماء حققت نجاحات كبيره جدا واستمرت لسنوات طبعا. في النادي الاهلي ومنها عناصر طبعا. كانت بتلعب بصفه يعني شبه دائمه في المنتخب الوطني طبعا. كابتن هادي خشبه، كابتن مشير حنفي، كابتن سمير كمونه واسماء اخرى طبعا. دخل عليكم مجموعه اخرى من المدافعين طبعا. بعضهم استمر لسنوات والبعض لم يستمر طبعا. او تجربته طبعا. مع الاهلي ما اكتملتش او لم تدم طويلا يعني. مين افضل مدافع، مش افضلهم مقارنه بينهم، مين اكتر مدافع كنت تشعر باطمئنان انه جنبك في الملعب او متفاهم معاه اكتر؟ يعني بصراحه في اثنين، يعني من الاثنين اللي انا كنت متفاهم معاهم بشكل كبير جدا وكنا بنتكلم مع بعض كان في سمير كمونه ومشير حنفي. ليه تحديدا كمونه؟ لا كنا فاهمين بعض كويس جدا، بنتكلم كمان كنا احنا اصحاب، يعني حتى كنا بنخرج بنقضي اوقات مع بعض كتير جدا، كنا بنشيل مع بعض في الماتشات، حاول ان انا مثلا لو كمونه مثلا النهارده انا مش موفق فانت بتشيله، ان انت بتبقى مايل ناحيته شويه. لو واحد اقل شويه يعني الاثنين التانيين يمكن عايز اقول الثلاثي ده شيء. يمكن في حاجه حصلت في المباراه دي حلوه جدا مع سمير كمونه، يعني حتى يمكن الست اهداف انا جبت جون وبعد كده مشير حنفي جاب جون، فكمونه في الشوط الثاني ففي فاول بقول له روح جيب جون،
يعني انت عندك ثقه مع احترام الفرقه اللي بتلعبك يعني كلها احنا موفقين اليوم كل احنا احسن لا هي ماشيه بقى ابتدت تمشي النهارده فيليكس بيجيب جون ان انت بتكسب اول ربع ساعه 3-0 فالدنيا بقت كويسه موفقين ان الفرقه اللي... فانا بقول لكمونه ما تروح تجيب جون الكورنر لسه ما تلعبش كان بيلعبه هشام حنفي فقلت له على فكره قلت له روح جيب جون فهو ابتدى يطلع هو بيطلع مره انا بطلع يعني حتى بنبقى فاهمين بعض بنتكلم بعض زي ما حصل في ماتش الرجاء يعني احنا بنلعب الرجاء في مباراه في كاس النخبه يمكن متعادلين مع الرجاء لاخر دقيقه كاس السوبر ففي فاول نص الملعب خلاص يعني انت هتلعب الكوره وانا كنت ساعتها كان فاضل الخمس دقايق ويخلص كان الحكم علي بوكسيم اللي الامارات اللي بيحكم فقلت له يا كمونه العب روح في ال 18 هلعبها لك على دماغك برضو ما دي برضو من الحاجات الكويسه يا محمد ان انت بتبقى الموديل اللعيب جنبك انت فاهمه كويس حافظين بعض حتى بتتحركوا ازاي في الملعب وفعلا انا لعبتها لكمونه ما كانش مراقب ان انت لعبت كوره على دماغ كمونه فربنا كرمنا وجبنا الجون فكمونه حتى يمكن لو موجود او نجيبه هيقول لك الحاجات دي انا قلت له في الماتشين قلت له روح هتجيب جون وبعدين هو من اللعيبه الكبيره جدا وكان على فكره طبعا جاله فتره كان موفق ولعب بطوله كمان كاس الامم الافريقيه ومنها طرف كمونه كان بيلعب ليبرو الالماني لا ده كان عنده فتره كان بيلعب ليبرو كمان لاعبين يعني في مصر على الاطلاق كان جوكر يعني كمونه كان عنده ميزه كويسه غير ان هو راجل مدفعجي ورجله كويسه كان جوكر كان بيلعب سيفت باك ويلعب ليبر ويلعب باك رايت يعني لعيب كويس جدا ولعيب مؤدب ومن اللعيبه اللي هي يعني حققت نجاح طبعًا كبير طبعًا مع النادي الاهلي في تجربته طبعًا. طيب هنتكلم عن حاجه ثانيه طريقه اللعب ايامكم كان كل شويه نلاقي طبعا مع تغيير الاجهزه الفنيه سواء الكلام عن الاهلي او باقي الانديه المصريه او منتخب مصر كان في حيره دايما في الفتره اللي كنتوا فيها في الملعب لسه يعني ما اعتزلتوش بين فكره 4-4-2 ولا 3-5-2 ولا 3-4-3 ما كانش لسه حتى مصطلح 3-4-3 ده كناش بنسمعه في الوقت ده كان فكره صح. بلعب بخمس مدافعين اللي هي بتتقال 3 لان في ليبرو صح. وفي باك رايت وباك ليفت ولا 4 2 مساكين من غير ليبرو بين الباك رايت والباك ليفت في رايك ايه الطريقه اللي اثبتت نجاحها اكتر مع اللاعب المصري مع غالبيه الفرق مع غالبيه المنتخبات وليه فكره وجود ليبرو ولا الاثنين المساكين بس لا يمكن مع اللعيب المصري لازم تحفظه يا محمد سواء هيلعب بليبرو او هيلعب باربعه 3-3-5-2 او هيلعب باربعه 2-3-1 لازم تحفظ اللعيب المصري، اللعيب المصري بطبيعته كسلان النهارده بينسى بسرعه لان احنا جانا فتره مع مستر هاريس اول ما جه الانجليزي قال 4-4-2 على طول ما لعبش اول ما رجع ما وصل مصر قال له وسائل الاعلام ما فيش حاجه اسمها حاجه فرقه هجوميه يمكن احنا كسبنا كتير جدا بس هو الراجل كان في برضه بيبقى في بعض الاخطاء كان بيجي فيه جون فالدنيا ما كانش ساكت عليه يعني ازاي النادي الاهلي بيجي فيه بيدخل في عدد الاهداف هو حتى قال لهم انا ما بلعبش انا بلعب خصم ما هو الطبيعي ان هو يجي فيه جون ما في بتحصل اخطاء فبالتالي الفرقه الثانيه كانوا قالوا ده كمان وسائل الاعلام عن راينر هولمان وقال انا بكسب يا جماعه كتير ما يهمنيش معدل الاهداف اللي بيدخل مرمايا لاني بكسب 5-2 وبكسب 4-2 وبكسب 5-3 لا النتائج حضرتك في الوقت ده يعني احنا لما لعبنا كسبنا الزمالك 3-0 اول سنه يعني اول موسم لمستر هاريس كسبنا المنصوره في المنصوره 4 كسبنا الاتحاد 3 ابتديت تكسب وبتجيب عدد اهداف اكتر ممكن قال لهم مع التمارين ومع الحفظ المدافعين الاخطاء هتقل بس الناس جماهير الاهلي ما عندها صبر ان انت النهارده بتستغرب ان النادي الاهلي بيجي فيه اهداف بشكل كبير لكن انا خليني اقول لك ان 3-5-2 هي لها شق هجومي بحت ان انت راجل بتستغل الطرفين اللي هم اخطر اول ما دخل الطريقه ديت مستر فايسر في النادي الاهلي برضه او النادي الاهلي سباق ان هو بيجيب مدربين عالميين انه بيدخل بعض الطرق او بعض المدارس كوره يعني كرة. اضافت كتير للكوره النهارده انت بتعتمد على الليبرو في اوقات كتير جدا انا كنت بمسك يعني انا كنت بطلع بمسك ان انت النهارده محتاج ان انت تكسب فبالتالي ان انت بتخلي السيرد باك يمسك والسيرد باك الثاني بيزيد مع الباك ليفت او كده وانت بتقدر ان انت تبقى عامل زي ليبرو مقلوب ان انت في حاله الهجمه او في حاله الكوره بتبقى معاك بتبقى بتخش ديفندر ثاني فالطرق في الملعب بتتغير او التكتيك في الملعب بيتغير بس ده بتختلف عن النوعيه اللعيبه اللي موجوده عندك هل تقدر تنفذ لك الكلام ده او ما تنفذوش قدرات اللاعبين نفسهم ما هي القدره بتاعه اللاعب القماشه اللي عندك لكن عايز اقول لك حاجه لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال تنفذ لك اي طريقه لان عندهم فكره عاليه انا عايز ارجع لمباراه السوبر وتحديدا الجانب الدفاعي منها رايك ايه في اداء دفاع الاهلي طوال الفتره اللي فاتت مباراه القمه امام الزمالك مباراه السوبر امام المصري واداء المدافعين ومستوى الاهلي دفاعيا
وبالرغم كمان من ان في غيابات لاصابات او عدم جاهزيه بعض اللاعبين، والدليل انه تم الدفع مثلا في مباراه الزمالك بجانب ايمن اشرف بمحمد هاني فتره من المباراه بعد اصابه ربيع. رايك ايه في مجموعه المدافعين اللي بتادي حاليا في النادي الاهلي، ومنهم طبعا مجموعه انضمت في الفتره اللي فاتت اكثر من مره لمنتخب مصر وفي ادائهم دفاعيا في المباراه؟ يعني خلينا اقول لك، يمكن الناس قالت كتير جدا بعد احتراف احمد حجازي ان النادي الاهلي هيتاثر بغيابه، فعلا ممكن يكون اتاثر لبعض اللحظات. هو لاعب رائع طبعا، لاعب رائع ولاعب محترف، بس هو حابب ان هو ياخد تجربه الاحتراف، وهو لعيب كبير ولعيب منتخب مصر. لكن خليني اقول لك ان انت عندك لعيبه رجاله، او بلغه الكوره لعيبه رجاله، لعيبه محترمه تقدر تسد الفراغ. عندك محمد نجيب، عندك سعد سمير، عندك رامي، عندك ايمن اشرف لما جه. الحاجه الثانيه محمد، ان ايمن اشرف من اللعيبه اللي هي تحل، يعني برضو تحل مشكله للمدير الفني. المدير الفني بيبقى فرحان، يبقى عنده مبسوط ان عنده لعيب ممكن يلعب باك ليفت وممكن يلعب سيد باك. يمكن ايمن اشرف عاملها بشكل محترم جدا، بيلعبوا السهل. سعد سمير من اللعيبه الرجاله بتلتزم بال يعني سعد كان راجع من اصابه في مباراه السوبر، رايك ايه في اداؤه؟ يعني كتر خيره ان هو تحمل ان هو يلعب مباراه زي ديت بعد شهرين من الغياب، يعني من اللعيبه. وانا على فكره عندي ثقه كبيره جدا، مش من المباراه دي، من سنين فاتت، ان سعد سمير من اللعيبه اللي هتستحق ان هي لازم تلعب كاس عالم. ان لعيب راجل ولعيب ملتزم ولعيب عارف شغله. الحاجه الثانيه محمد، يعني من اللعيبه اللي بتلعب السهل. انا بحب اللعيبه زي ما انا كنت بلعب، انا ما بحبش اتفلسف او ان انا الف. احنا كنا بنحب نلعب الكره السهله من رجل لرجل، لان الغلطه عندنا بجول، ما حدش هيغفر لك الغلطه بتاعتك، لكن هيفتكروا لك الغلطه على طول. لان ما حدش هيفتكر يقول لك ده محمود ابو الدهب غلط النهارده، كان بيتفلسف عشان اتقطعت منه، زي ما شفنا امبارح حارس المقصه المصري. لكن عايز اقول لك شكل اداء لعيبتنا، عندهم خبرات، عندهم التزام كبير جدا. يمكن احنا دايما بنقولها يا استاذ محمد، على مر الاجيال في النادي الاهلي المدافعين دايما انت بتدافع. انا شغلتي مدافع، ما اعمل ايه؟ ادور على الفرود وامسكه، اقطع الكره واسلمها. جابوا لنا جون، ما جبناش جون، احنا اهم حاجه ما يخشش فينا جون. هو ده اللي احنا كنا بنقوله او كنا بنتفق معاه. ده شغلك الاساسي ده شغل ان انا دافع. ما هو شغله المدافع ان انا امنع يخش فيها جون، والكره اقطع واسلم لا اقرب واحد ليا. المفرود مهمته انه يجيب جون. طيب اشتت مجموعه المدافعين كلها الموجوده حاليا في النادي الاهلي، سواء اللي بيشاركوا او اللي بيتم الدفع بيهم احيانا كبدلاء، مين على المستوى الشخصي اللي اداؤه بيقنعك قوي، اللي بتشوف ان ده يعني اللي انا بستمتع بادائه من باكات الاهلي او من مدافعين الاهلي حاليا؟ يعني في سعد سمير. ليه سعد سمير؟ لا راجل، انا بحس فيه ان هو ما بيهزرش، روح قتاليه طبعا عليك. هو يعني هو عامل زي، يعني انا كنت هرج بره، بس في الماتش بنزل ما فيش تهريج. يعني في ناس تقول لي انت كنت بتكشر وشكلك، ما كنتش تضحك في الماتش؟ لا فعلا ما كنت، لا كده جد قوي بقى مركز في الماتش، هضحك لو جبت هدف او بعد المباراه. لكن ده شغلك لازم تعمله كويس. يعني انا كنت ببقى سعيد بيه جدا، انه زي ما قلت لحضرتك ان هو بيلعب السهل، ما بيحاولش ان هو يعني يمسك الكوره ويقعد يرقص، لا بيقطع الكوره وبيسلم لاقرب حد، بياخد زمايله بيتكلم مع زمايله، محبوب. على فكره سعد سمير من اللعيبه برضو اللي تبقى قائد كويس، يعني من اللعيبه بعد كده دي من اللعيبه اللي هتبقى قائد، لو ربنا اداله العمر وبقى كابتن النادي الاهلي هتلاقيه لعيب محترم ولعيب راجل. وعن اتكلم بقى عن اداؤه وشخصيته في الملعب، انه ممكن يوجه زمايله، عنده غيره على الفريق وعايز يكسب او بيبان عليه، عنده روح عاليه جدا. مع احترام لكل المدافعين، يعني رامي ربيعه لعيب كويس، لعيب دولي، نفس الطريقه محمد نجيب. يمكن انا بسعد بمحمد نجيب كمان انه يغيب واول ما بيرجع بيتالق، تلاقيه يعني على مستواه في الملعب ما كانش بيرجع جاهز في المباريات. برضه صبر رحيل، يعني برضه الناس بتحس انه مش موجود، بس لما بيرجع بيأدي. لا ده كله شغل الجهاز الفني، انت الجهاز الفني عليه عامل كبير جدا، مدي كل اللعيبه اريحيه، او ان انت في اي وقت ان انت ممكن تلعب، فبيخلي اللعيب يتمرن ان انت هتتمرن وتحت امر الجهاز الفني في اي وقت ان انت تنزل تأدي بشكل كبير. طيب اخيرا كابتن محمود ابو الدهب، سؤال اخير عن تجربتك في الاحتراف بعد ما اتكلمنا عن مباراه السوبر، هنختتم تجربتك في الاحتراف في اوروبا. كنت في النمسا تحديدا بعد فتره تالق مع النادي الاهلي، وايضا مشاركه وانضمام لمنتخب مصر ومشاركه في عدد من المباريات مع منتخب مصر. بعدها بدات عروض الاحتراف او الحديث عن احتراف محمود ابو الدهب خارجيا، ورحت النمسا، ويمكن التجربه ما استمرتش طويلا او لم تكتمل. ليه؟ يعني خليني اقول لك، تجربه الاحتراف بتاعتي جت صدفه. يعني احنا في مباراه السته بتاعت الاسماعيلي كان في مدير فني بتاع طرول النمساوي، وكان جاي يتفرج على هشام حنفي، ما كانش جاي يتفرج على محمود ابو الدهب.
كان مدرب اسمه قسطنطين، يعني مدرب كويس جدا وكان لعيب كبير نمساوي، وكان هشام طالع بقوه بدايته كانت قويه جدا يعني حتى في البطوله العربيه كان مكسر الدنيا. الماتش ده كان بعد البطوله وكان مفاجاه للناس كلها، هشام حنفي ولعيب محترم ولعيب رائع. لكن انا فوجئت ان بصيت لقيت الحاج محمد ابو هاب ساعتها كان موجود في مجلس الاداره، فقال لي ان الترول النمساوي عايزك انت، النادي النمساوي عايز محمود ابو الدهب وعايزك انت بالتحديد. فيمكن انا كلمت مستر هولمان ساعتها لانه هو راجل الماني، فقال لي لا انا شايف لك حاجه احسن. فبقول له يعني كان رايه ما تقبلش؟ لا العقل. هو فعلا دي مفاجاه، ويمكن انا اول مره اقولها مع اي حد ان مستر هولمان فعلا كلمني قال لي لا ما ترفض العرض ده. بقول له ليه وكده؟ قال لي لا الدوري النمساوي مش دوري قوي، انت تلعب امكانياتك تستحق دوري افضل من كده، او عندك فرصه في دوري افضل. قال لي لا انت تلعب في دوري الالماني او تلعب في الدوري الاسباني، يعني هو قالها لي كده لانه شاف طريقه ادائك تنفع في دوريات اللي فيها اعتماد على القوى البدنيه والسرعه، يعني عندك المميزات دي موجوده. الحاجه الثانيه يا استاذ محمد، يمكن برضو يعني السؤال بتاع حضرتك سؤال يعني امانه اول مره في حياتي اتكلم فيه. انا فوجئت ان ناس من خارج النادي ترول هم اللي بيتفاوضوا معايا، يعني ناس شغالين في النمسا هم اللي بيتفاوضوا معايا. حتى انا رفضت، حتى كان بيتكلموا في العائد المادي غريب جدا، ضعيف جدا ضعيف جدا. انا فوجئت في حمله بتتعمل على محمود ابو الدهب ان لازم يمشي، ازاي يرفض عرض الاحتراف؟ ده عرض كويس، ده عرض وعرض ما اعرفش، ده كان مدبره. يعني انا بقول لك لو كنت بجيب الجرايد انا كنت بستغرب جدا. قصدك في وسائل الاعلام والصحافه وقتها؟ الصحافه يعني. طب ليه بصيت لها؟ خلينا اناقشك في الموضوع ده شويه. ليه شفتها وقتها انه حمله على محمود ابو الدهب نجم النادي الاهلي في الوقت ده مش رغبه في ان قاعده اللاعبين المحترفين في مصر تزيد؟ يعني ليه بصيت لها من الجانب ان هم مؤامره عليا، مش ان احنا عايزين عدد محترفين كتير يخرج؟ ما ممكن يكون كانوا بيفكروا في ان اي تجربه اوروبيه اللاعب مصري هتفيد وهتفيد المنتخب. ما هي تجربه، بس انا قلت لهم، طلعت قلت لهم، قلت لهم المدير الفني قال دي تجربه ممكن تاخد احسن منها، وممكن يجي لك بعد نهايه الموسم احسن، لان هو العرض ترول ده جالي في نص الموسم. يعني هم قالوا لي المهم اصريت على العرض وافقت. انا مش يعني انا اصريت ان انت تطلع لان في حمله هتتعمل عليك. انا حسيت في الوقت ده وكان حمله كبيره يعني من مسؤول كبير ان محمود ابو الدهب لازم يخرج. بامانه انت ازاي وترفض عرض زي ده؟ وكان بتتكتب في مقاله، يعني بتتكتب لي في مقاله كده في صحيفه الجمهوريه ان ازاي محمود ابو الدهب بيرفض هذا العرض وي وي والكلام ده. فوجئت بقت نغمه. طب ليه كان حد؟ انا قلت لهم يعني حد ليه بتقول مسؤول كبير؟ كان حد مستفيد من خروجك ازاي؟ كان في ناس مستفاده ان انا امشي، عشان في ناس تيجي النادي الاهلي تلعب. انا شايف ان في الوقت ده كان في حسابات تانية، يعني في انا بقول لك انا بعيد عن المستوى الفني، يعني بعيد عن المستوى الفني، ان انت في حد لازم محمود ابو الدهب يخرج. عشان محمود ابو الدهب طول ما موجود اللاعب ده مش هيبقى موجود، لان تالق محمود ابو الدهب في النادي الاهلي عامل عقبه كبيره، قافل الطريق على قافل الطريق أسماء. فعلا فمش عايز اخوض فيها، لكن بس انا بقول لحضرتك يمكن انا في الوقت ده طلبت مقابله الله يرحمه كابتن صالح سليم. حتى كابتن صالح سليم اول ما قعد معايا كان اجتماع مجلس اداره، قعد معايا قال لي بص رقم واحد انا اقول لك كلمتين، يعني هو انت عارف الله يرحمه ما كانش بيتكلم كتير، يعني كان عملي جدا. فقال لي لو مش عاوز تخرج ما تخرجش، لو عاوز تخرج عاوز تحترف روح. قلت له يا كابتن اللي حضرتك تشوفه. قال لي لا بلد النمسا بلد كويسه والدوري بتاعها قوي. ما قلتلوش بقى مستر هولمان قال ولا انا خلاص انا رايح اقعد مع الكابتن. قلت له بس يا كابتن اللي بيتفاوضوا معايا ناس من خارج النادي، ناس عندهم شغل هناك او سمسره انا ما اعرفهمش، واحد وكل يوم يتزودوا بيجيبوا كلام انا ما اعرفش. مش عارف ده كلام رسمي من اداره النادي ولا؟ فهو كابتن صالح طلب، كان الاجتماع كان الساعه 10 الصبح، فهو طلب حاجه واحده، قال لهم يجي مسؤول كبير، انا رئيس النادي الاهلي، يجي رئيس النادي ترول يتفاوض معايا. فعلا الساعه 6 بالليل كان في مسؤول كبير من نادي ترول بيتفاوض مع الكابتن صالح سليم. فوجئنا بعد كده ان الكابتن صالح يعني طلع مبلغ يعني قيمة تانية خالص، قيمة أفضل يعني كتير ماليا من لا تذكر باللي كان بيقولوه. يعني أعلى كتير من اللي كان بيتعرض عليه. أنا أقول لك على حاجة، يعني كنت راضي عن نتيجة طبعًا التعاقد بعد ما اتدخل في الأمر كابتن طبعًا صالح؟ لأن أنت العائد بقى كبر. أنا كنت ممكن أقعد وأقول ده أنا فاضل لي سنة وأقعد وأمشي بعد السنة دي والمبلغ كله يبقى في جيبي أنا، لكن فضلت إن أنا أمشي لأن أنت حسيت إن في رئيس نادي واقف في ظهرك. يمكن أقول لك على حاجة، الكابتن صالح سليم الله يرحمه اتفاوض مع الناس على الباركنج بتاع العربية. يعني شوف، قال لي عشان انا عشت في اوروبا وعشت في كان بيلعب في نادي شتورم جراتس النمساوي، ده بطل الدوري هناك، قال لي هناك الاكل والشرب وي وي، وتفاوض لي على كل الكلام ده وعلى السكن وعلى العربيات. احنا لما الناس دي كلمت معايا كلمت على العائد المادي. فطبعا هو ده النادي الاهلي والنادي بيحمي اولاده، ورغم كده برضو الكابتن صالح قال لي لو مش عاوز تمشي ما تمشيش.
يعني قال لي لو انت حابب ان انت تقعد انا. لكن الوقت العرض اللي وصل له او القيمه الماليه اللي وصلها العرض في الوقت ده كانت مرضيه بالنسبه طبعا كبيره ليا وللنادي الاهلي. ليه ما استمرتش او ليه في الوقت ده اللاعب او النجم محمود ابو الدهب في هذا الوقت ما كملش من النمسا لانديه اشهر في الدول المحيطه بيها او في اوروبا بشكل عام؟ ليه التجربه انتهت بسرعه او ما شفناش تالق او يعني رحله نقدر نقول انها من ابرز رحلات اللاعبين المصريين المحترفين؟ لا يمكن انا في البدايه يعني يمكن انا قلت لهم يعني مش النادي ده اللي يرضي طموحي، يعني عاوز العب في حته احسن. ممكن هم جابوا لي عروض كتير جدا في المانيا، يمكن قلت لهم انا عاوز استقر. نزلت قلت لهم انا هنزل اتجوز، كنت خاطب ساعتها، فقلت لهم انا هنزل اتجوز وكده وبعدين ارجع. ففوجئت، قالوا لي انت عارف بقى الاجراءات، ان انت لازم تاخد اجراءات كبيره جدا والتاشيره ومش التاشيره، امور خاصه بالاقامه والزوجه وسفرها. فانت القانون ماشي حسب القانون النمساوي، ان انا قالوا لي لازم تبعت المرتب بتاعك، ان انت ليك مرتب وان انت ليك سكن وان انت شغال فين وبتاع. فوجئت ان انا بعت للسفاره اللي هنا الكلام ده كله، ففوجئت ان هم يعني زوجتي راحت تاخد التاشيره، فوجئت ان هم بيرفضوا. يعني دي من العواقب برضو اللي همدتني بشكل كبير جدا، وحاسس برضو كان في نوع من ان انت يعني مش مرتاح نفسيا. انا قلت لهم حتى انا الحياه هناك ما كانتش مريحه لا. والحاجه الثانيه ان الكابتن ثابت الله يرحمه، كابتن ثابت البطل وهو الحاج محمد، طلبوا ان انا ارجع تاني، بس هم غالوا في العرض، يعني هم طلبوا عائد مادي. فبدا عقلك. خلاص عقلك يفكر في موضوع ان انا ارجع، خلاص ان انا عاوز ارجع بقى، ان انا ارجع في النادي الاهلي تاني. وانت تقفل من المكان وانت وانت كمان ان انت ما كنتش راضي ان انت تطلع في الوقت ده او النادي ده او الحته ديت. لكن عايز اقول خليني اقول لك محمد، هي تجربه كانت كويسه جدا. أكيد استفدت منها كتير جدا، استفدت فيها التزام، استفدت ان انت لعيب محترف، نمط حياه مختلف ونمط تدريب مختلف. عرفت كمان ان انت، يمكن انا بقولها، يمكن انا الكلام اللي انا بقوله ده يعني يا ريت ما حدش، لا ده خلاص فتره وعدت، لكن انا بتكلم في اللي جاي، ان انت كره القدم دي مهنه بقت الوقت اكل عيش، ان انت زيك زي الدكتور زي المهندس زي الطبيب، خلاص بتحترف، ده عملك، ده احتراف. اتمنى ان اللعيب يبص لمستقبله ويحسبها صح قبل ما يخرج، واتمنى التوفيق لاي حد يحترف ان شاء الله. ان شاء الله يكون في تجارب نجاح واحتراف ناجح اكثر للاعبين مصريين قادمين في الفتره الجايه، بعد التجارب اللي بدانا نشوف فيها بالفعل تالق ونجاحات غير مسبوقه لعدد كبير من نجومنا في الفتره الحاليه، بيكملوا وحتى بيتخطوا نجاحات سابقه لعدد من نجوم الكره السابقين في مصر. بشكرك جدا على وجودك معانا كابتن محمود ابو الدهب، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، اسعدتنا بوجودك معانا كابتن محمود. انا اللي كنت سعيد مع حضرتك، واتمنى انها تتكرر كتير ان شاء الله. اشكرك ان شاء الله، ان شاء الله نتشرف بيك يعني تسعدنا بوجودك معانا في حلقات اخرى ان شاء الله. مشاهدينا ما زلنا معكم من خلال استاد الاهلي، هينضم لنا ايضا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن شريف عبد الفضيل، هيكون معانا بعد قليل في الاستوديو. هنتوقف مع حضراتكم دلوقتي مع هذا الفاصل وتقرير نتابع من خلاله اراء مجموعه من اللاعبين وتعليقات عدد من اللاعبين بعد الفوز بكاس السوبر. احدى المفاجآت اللي انضمت للاهلي هذا الموسم وظهر بشكل جيد جدا في مركز او في خط الدفاع، خاصه انه كان بيلعب كظهير ايسر، لكن لما انضم للاهلي في الفتره الاخيره لعب في مركز خط الدفاع. ايمن اشرف، بقول لك مبروك الفوز سوبر، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي منذ انضمامك في خلال الفتره الاخيره. الله الحمد لله، طبعا بشكر طبعا اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير والجهاز الفني طبعا والجماهير اللي حضرت وجماهير النادي الاهلي عموما في اللي فرحانه كلها. طبعا الحمد لله كان ماتش صعب، قدرنا نطلع منه بالهدف بتاعنا وبالبطوله الحمد لله. زي ما انت بتقول اول بطوله ليا بعد العوده، انا كنت واخد بطولات مع النادي، خمس بطولات قبل ما امشي من النادي الاهلي، ولما رجعت دي اول بطوله، واول بطوله في 2018، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه مزيد من البطولات باذن الله. كابتن حسام، لما تعاقد وفكر في ايمن اشرف كان متفق في البدايه انك ممكن يحتاجك في قلب الدفاع، وسبحان الله حصلت ظروف فعلا ساعدت على هذا الامر. بالظبط كده، هو كان بيتكلم معايا، يعني هو كان جايبني باك ليفت وكان جايبني برضو، قال لي هحتاجك في قلب الدفاع. والحمد لله يعني طبعا حصل اصابات وكده، وهو اداني الفرصه والحمد لله اديت بشكل كويس. وان شاء الله باذن الله احاول افضل. بص التهنئه دي جالك حبيبي، عشان تعرفوا ان الاهلي، تعرفوا ان الاهلي روح واحده طبعا، دوت اخويا وعشره عمر، عشره سنين يعني من صغرنا مع بعض، وبتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه، واتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله الفتره الجايه. حبيبي التوفيق باذن الله، بالتوفيق. اسلام محارب برضه هينضم لي في هذه اللحظات. اسلام، بقول لك مبروك المكسب، ومكسب مهم جدا للنادي الاهلي واول بطوله ليك مع النادي الاهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ببارك طبعا للفرقه كلها وللجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله طبعا على اول بطوله، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله مزيد من البطولات. وبارك لجمهور النادي الاهلي كله وللجهاز والناس كلها ان شاء الله. اسلام اسلام، يعني بطوله مختلفه مع الاهلي واجواء مختلف، والكابتن حسام بيعتمد عليك في الاوقات الصعبه. الحمد لله طبعا، وانا الحمد لله كنا على عند ثقه الجهاز الفني في كل ما بنزل الحمد لله، وكنا عند ثقه الجمهور كلها. وطبعا اول بطوله ليا بطوله غاليه جدا، الحمد لله على اول بطوله. شايف الفتره الاخيره بتنزل في ماتش الزمالك بتادي المطلوب منك، ممكن ما تكونش اساسي لكن ليك دور مهم جدا زيك زي اللعيب الاساسي، الهارموني ده بينك وبين الجهاز الفني مع اللاعبين شايفه ازاي؟ عشان ممكن الناس تقول لك ما هو اسلام محارب بيادي بشكل كويس، ليه ما يديش اساسي رغم انه ممكن يبقى ليك دور في جزء معين من المباراه ما يفرقش عن اللاعب الاساسي؟ والله انا بنزل، بس اهم حاجه اما بنزل بادي اللي عليا وبعمل الجهاز بيطلبه مني علشان اكون شكلي كويس، والفرقه اهم حاجه نكسب واهم حاجه النتيجه. واساسي دي حاجه بتاعت الجهاز الفني ووجهه نظر، وانا تحت امر الجهاز الفني في اي حاجه طبعا. يعني قول لي بقى ايه الدور اللي الكابتن حسام بدري بيكلفك بيه بتنزل، اللي بصراحه انت مجرد ما بتنزل بتقلب شكل الملعب بالذات في الناحيه الهجوميه يا اسلام؟ الحمد لله. والله هو على حسب كل ماتش وليه ظروفه، يعني كل ماتش بنزل في مكان، يعني مش نفس الاماكن بنزل فيها كل ماتش. يعني كابتن حسام بيكلفني بكذا حاجه في كل ماتش ليه ظروفه، يعني على حسب الماتشات وحسب النتيجه بنزل في المكان اللي الكابتن حسام بيبقى عايزني فيه. الحمد لله بادي وببقى كويس الحمد لله. اول بطوله الاسلام الحمد لله. كابتن فتحي طبعا من الناس اللي بحبها جدا، يعني للشله القديمه. طبعا كل الناس بصراحه. اول واحد حبيبي ده رفيقي في كل حاجه، ده الاوضه وكل حاجه. فاكر جيل مدينه نصر؟ طبعا. احنا من صغرنا احنا مع بعض، انا وهو حسين السيد وعمرو جمال، جيلنا ال 91، وان شاء الله نتمنى التوفيق لاسلام الفتره الجايه ان شاء الله. حبيبي يا ماما. ماشي حبيبي.